شايفين القمر اللي احنا شايفينه ده، دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فطيرة تفاح بالشوفان طبعا، حاجة كده من الاخر منتهى الشبع، طعمها حلو، تنفع معانا كسناك وتنفع طبعا كفطار، وسعراتها قليلة جدا والطعم حكاية. ادوا لايك ويلا بينا على المقادير حالا. المقادير بقى زي ما احنا شايفين كده كما تعودنا سكرين شوت، ويلا بينا على الخطوات. عندي تفاحتين حجم وسط او لصغيرين، عندي بيضاية واحدة بس درجة حرارة الغرفة، وعندي ربع كوباية حليب اي نوع حليب تفضلوه، وعندي هنا حوالي 125 جرام او 120 جرام شوفان حبة كاملة، يعني في حدود مثلا كوباية وربع شوفان حبة كاملة، معلقة صغيرة خالص او اقل من معلقة صغيرة بيكنج باودر وفانيليا طبعا، وعندي هنا معلقة صغيرة قرفة ورشة صغيرة خالص من الجنزبيل أو الزنجبيل، ورشة ملح، وكمان سكر دايت أو عسل نحل أو أي تحلية تفضلوها، ممكن دبس تمر على فكرة. وعندي شوية مكسرات بقى صغيرة، أي مكسرات، أي نوع مكسرات عندكم، طبعا الوصفة بتبقى تحفة بالمكسرات، أي نوع مكسرات عندكم إن شاء الله حتى سوداني. يعني همسك التفاح اللي عندي وابتدي اقطعه. أنا هاخد تفاحة اقطعها مكعبات، والتفاحة التانية هبشرها، تفهمين قصدي؟ يعني تفاحة تتقطع مكعبات والتانية تتبشر، عشان هي هتربط الطعم كله في الوصفة كلها، وبتخلي طعم فطيرة التفاح في منتهى الجمال. هقطع زي ما احنا شايفين كده مكعبات، خلاص كده هي جاهزة معايا، بصوا الحجم هو كده مظبوط جدا. وابتدي احطها في بولة، وهجيب التفاحة التانية وبالمبشرة او ممكن تضربوها في الخلاط زي ما انتوا عاوزين، هبشرها كلها او نصها على حسب. انا بشرت نصها بصراحة زهقت، فحلو قوي نص تفاحة كده تمام قوي برضو عشان معليش معايا سعرات. اوكي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام الخطوة اللي بعد كده بقى هعمل ايه؟ هجيب البضاية اللي عندي وابتدي انزل بيها على التفاح اللي عندي، بضاية واحدة يعني من وسط لصغيرة. اجيب الفانيليا طبعا، تحط لي كام قطرة كده، ممكن تحطوا بشر برتقان، بشر ليمون، اللي انتوا تفضلوه. وابتدي بقى احط البيكنج باودر والقرفة والجنزبيل ورشة الملح برضو كله على بعضه، وبعدين هنزل بالسكر حطيت منه اتنين، وهجيب ربع كوباية الحليب احطها كلها مرة واحدة، وبعدين في الاخر خالص بحط الشوفان. الوصفة دي سهلة جدا، قريبة جدا من الجرانولا، عملتها قبل كده على فكره معاكم، الجرانولا حلوه جدا وسهل قوي قوي، لو عايزين الحلقه شوفوها في الديسكريبشن. تمام هبتدي بقى اقلب كله مع بعضه، وبعد كده اخر حاجه انزل بالمكسرات. عايزين تزودوا اي حاجه من عندكم، مثلا ممكن تزودوا زبيب، ممكن تزودوا مثلا جوز هند، الحاجات دي كلها مفيده وبجد بتخلي طعم فطيره التفاح حاجه كده خيال، وريحه كمان ريحه التفاح مع القرفه حاجه كده فوق الخيال. هجيب بقى اي قالب عندي، اي قالب، مش لازم القالب ده، ممكن اجيب قالب مستطيل، مربع، مدور، اي حاجه، بس ما يكونش كبير قوي عشان خاطر الكميه مش مهوله يعني مش كبيره. وهبتدي احط فيه نقطه صغنونه خالص من اي ماده دهنيه عندي، او لو مش عايزين تحطوا ممكن ورق زبده. في اثناء ما انا بوزع وبعمل كل حاجه دلوقتي بكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200. اوكي وهنزل بقى بالخليط زي ما احنا شايفين كده على الرايق، ابتدي اسويه كويس قوي، ناخد بالنا ان هو بقى متساوي كله سوا واحد، مش في حته عاليه ولا حته مش عاليه، عشان خاطر يبقى كله مستوي ومفيش حاجه تتحرق مني. خلاص هحطه فرن قد ايه؟ يعني حوالي 30 دقيقه، يعني اول ما احطه الفرن هو درجه حراره 200، ههدي بس النار شويه، يعني اخليها مثلا على 180 او 170 واتابعه، ما افتحش عليه خالص، اول ما ابتدي ياخد لون هطفي عليه واشغل عليه الشوايه، هيطلع معايا ان شاء الله حاجه كده خرافه وطعم جنان وريحه بقى مش قادره اوصف لكم. هوزع بس كده كويس قوي واتاكد ان كل الجوانب سوا واحد ومظبوطه. من دلوقتي الريحه بقى يعني شغل عالي جدا. خلاص انا كده سويت وكل حاجه، احطها بقى في الفرن يعني زي ما قلت لكم حوالي 30 دقيقه بكتير، وتابعها ان شاء الله والنار تكون هاديه. بصوا بعد ما طلعت ما شاء الله لا قوه الا بالله، تجنن طبعا، سخنه جدا مش هقدر ان انا اعمل فيها اي حاجه، لما تهدى خالص ابتدي اقطعها. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه دلع الدلع. هبتدي بقى اقطعها، بس الاول اسلك كده الجناب على حسب بقى انتوا عايزينها تبقى السلايس كبيره صغيره، على حسب شوفوا انتوا تعملوا ايه. تنفع طبعا معانا جدا جدا في الفطار،
فيها كل العناصر الغذائية المطلوبة لينا، وطبعا مشبعة جدا وتنفع معنا كسناك في نص اليوم عادي ما فيش اي مشاكل، بس يعني مش نتعشى بيها عشان برضو الكارب اللي فيها وكده اللي هو الشوفان يعني، فاهمين قصدي؟ بس تنفع جدا جدا معنا كسناك. هاخد بقى القطعة اللي انا عاوزاها، بصوا حلوة جدا جدا وطعمها خطير، فطيرة من الاخر يعني اللي هي الابل باي يعني. اوكي هاخد بقى الجزء اللي انا عاوزاه او الكمية اللي انا عاوزاها واستمتع بيها، ونقرب ونشوف احلى تفاصيل في الدنيا. خد احلى وجبة صحية في الدنيا والشبع بقى للصبح، ويبقى لذيذ وجاهز معايا احلى فطار في الدنيا وحاجة كده خرافة وطعمها جميل. هنبتدي بقى كده مع بعضين ندوق بقى احلى ابل باي او فطيرة تفاح في الدنيا، سهلة جدا وبجد بجد هتعجبكم جدا، ياريتكم تجربوها لو منكم او ما عملها دلوقتي. يا رب تكون حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وبجد تجربوا الابل باي هتعجبكم جدا. مسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. سلام.